البكر الرشيدة التي لم يسبق لها الزواج بإقرارها وإقرار الوكيل، اللي هو الوكيل كان عمها سعيد. الأول احنا كنا متفقين على إن يبقى فيه شبكة بس، فاتكلموا إن لأ هيبقى فيه شبكة، وكاتب كتاب عشان خاطر إن والدها مسافر، والعرف المتبع عندهم في العيلة إن لازم شبكة وكاتب كتاب. اللي كتب كتابه على واحدة ونشر صورتها على فيسبوك طلعت متجوزة. طب الموضوع ده حصل ازاي؟ بداية الموضوع اتعرف على بنت عن طريق الفيسبوك. عملية التعارف ازدادت ما بينهم من الفيسبوك لأرقام التليفونات، وبعد كده قرروا انهم يرتبطوا. اهل الشاب ده راحوا لأم البنت علشان يتفقوا مع بعض. المهم اهل الشاب ده قالوا انهم هيجيبوا شبكة في الاول، لكن ام البنت رفضت وقالت هيجيبوا شبكة وهتكتبوا كتابها علشان باباها مسافر. المهم اهل الشاب وافقوا علشان مش في دماغهم اي حاجة. طبعا الشاب لما راح يتقدم ليها في البداية عارف انها بكر ومش متجوزة. المهم خلصوا كل اتفاقاتهم وجابوا الشبكة وكتبوا الكتاب. وطبعا كلنا عارفين ان الشخص لما بيكتب كتابه او بيخطب بياخد بعض الصور التذكارية، والصورة اللي اخدوها ذكرى هي اللي كشفت المستور. الشاب بعد ما اتصور مع عروسته وكان فرحان زيه زي اي حد، اخد الصورة ونزلها على فيسبوك، ودي كانت الصدمة. واحد دخل علق على صورة وقال له ان البنت دي متجوزة وكان في بينها وبين جوزها حوار ورفع قضية خلع. المهم الشاب لما شاف التعليق راح لخطيبته وواجهها. جينا خلاص بعد كتب الكتاب، هي كانت بشعرها، فانا خليتها ان هي اتحجبت، فنزلنا الصورة بتاعتها انا وهي على الفيسبوك وعلى الواتساب. فلقيت حد داخل بيتكلم معايا ان البنت دي هو كان يعني عارفها ان في موضوع معاها، فموضوع ان كانت متزوجة قبل كده وان كانت رفعت خلع. فبدأت ان انا اتحرى الموضوع، لان انا رحت سألتها هي لوحديها في البداية، فقعدت تعيط وكده وتقولي ان لا مفيش اي حاجة من الكلام دوت، وان الكلام اللي اتقالك كله كذب. ولما واجه خطيبته وقال لها عن الموضوع، خطيبته بدأت تبكي وقالت له ان الكلام ده ما حصلش. طبعا هو في الوقت ده نفسه ان الكلام ده يكون غير صحيح. بدأ يسأل على البنت ويعمل عنها تحريات علشان يعرف فعلا هي كانت متجوزة ولا لا، لغاية ما وصل لحكم قضية الخلع اللي كانت رفعها على جوزها، بالإضافة كمان انهم كاتبين في عقد الجواز ان البنت بكر. في حالة ظهور اي تفاصيل جديدة هنبلغكم بيها.